اللي يقولك من هون حاسك وين وكيف دمي عم يغلي على عملية مرتبة يا صاحبي. مش مصدق أظهر من هون وأرجع على لبنان. أنت كمان لازم ترجع على لبنان. بلبنان الشغل عسل. صحيح ما في مصاري مثل هون، بس يا خيي هونيك في حرية. على ليلي كيف ما بتبرم في ظهر بيحمينا. فهمت علي؟ وديع مش هشتغل شمال تاني، لا هنا ولا في لبنان. هدور على شغلانة شريفة أكل منها حلال، والموهبة اللي ربنا ادهالي مش هشتغل فيها في الشمال تاني. بح يا حبيبي، انت شو غير؟ بس بدي افهم شو قلبك. قلبي بس اللي شو قلبك عارف يا وديع، رغم كل اللي عملته عمري ما بعدت عن ربنا. الدنيا لما قسيت عليا وضعت انحرفت فخدت جزائي، قررت اتوب يا وديع، وبتمنى ربنا يقبل توبتي. يا اخي ربنا ده عظيم ورحيم، مادد لنا اديب الرحمه، فتح لنا ابواب التوبه لاخر لحظه. يا اخي انا مكسوف قوي من ربنا. وديع انا مش عايز السكينه تسرقك وعمرك يضيع على الفاضي. توب يا وديع توب. اكيد 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 ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله ان شاء الله يا روح. وديع ليش نايم هون؟ فوت نايم جوا بالأوضة. شو بك؟ مروان أنا صحيح مصلحجي مصلحجي إيه، بس نادل لأ، مني نادل. طيب وديع شو مناسبة هالحكي هيدا هلأ؟ حاسس إنه أنا السبب. وديع هي بدي شي مرة بس تشاركني بتفاصيلك، خبرني بشو عم تفكر بس مرة واحدة. إن شاء الله رح خبرك كل شي بعدين. يسعد لي صباحك مروان. صباحه يا عزيز. كيفك؟ قدرت تقنعه للمعلم وديع إنه يحكي الدرك؟ ليك انت ليش مصر هالقد لحتى نخبر الدرن؟ اقسم بالله العظيم انا عبس عطلين همه. شو بس هيك؟ انت اصيل يا عزيز، ادعي له بس ليحيى. يا 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 رب يا رب بيفك اسره. وانت كيف حسيت انه وديع حس بالذنب؟
مع انه هاد شخص يمكن لا بيحس بشي ولا بيوسع بحدا. معاك؟ عيونه كانوا حمر وفضحوه. خي وديع ما بيحمر عيونه الا لما يكون باكي او معصب مثل شي بركان. هذا الشيء اللي خلاني خاف على عزيز. عزيز؟ ايه، قد ما الغبي اصر انه نشتكي للدرك وانا ايدته.